أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي لنادي الأهلي كارتيرون يعلن قائمة الأهلي المتجهة لتونس لمواجهة الترجي. كارتيرون يركز على التدريبات الخططية قبل السفر لتونس. بوابة الأهرام حمودي يشارك في المران الجماعي للأهلي. اليوم السابع الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددي الركلات الحرة في مواجهة الترجي. الوطن سبورت جلسات علاج مائي لأحمد فتحي في تدريبات الأهلي. موقع كرة الأهلي يحذر أزارو قبل نهائي دوري الأبطال. بوابة الوفد مران خاص لغير المقيدين بقائمة الأهلي الأفريقية. موقع جريدة الشروق التونسية جسامة يرفض إدارة إياب دوري الأبطال. بوابة أخبار اليوم الأعلى للإعلام يصدر بيان بخصوص مباراة الأهلي والترجي. بوابة الشروق محمد يوسف تونس بلدنا الثانية وعلاقتنا بالترجي قوية. إي بي أرينا الأهلي لن نسمح لشياطين الإنس إفساد العلاقة مع الترجي.